الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد. حضرة المشايخ الكرام، أخص مدير المدرسة، حضرة المدبرين الأعزاء، حضرة الأصدقاء الأحباء، وأيها الحاضرون رحمكم الله، أولا هين على شكر الله عز وجل الذي قد وهبنا نعمة كثيرة وموفرة حتى نستطيع أن نتجمع في هذا المكان المبارك. وثانيا أدعوكم إلى تحية النبي، أدعوكم إلى تحية النبي الكريم صاحب اليأوي الإسلامي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد رفع نتائج المسلمين من الجهلاء إلى العلماء، ومن الكسلاء إلى الفقهاء والفصحى. وآخرا أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأنا أخطب أمامكم أجمعين تحت الموضوع طلاب العلم بالجد. أيها الإخوة، تعلم مهم جدا، لأن بدون العلم فلم تكن حياتنا موجهة، والعلم هو الزين لمن يطلب به كما قال الشاعر: تعلم فإن العلم زين لأهله، وفضل وعنوان لكل محامد. ولنيل العلم فهو بالتعلم، أي طلب العلوم العامة والعلوم الدينية أيضا. أما العلوم العامة مثلا الرياضيات والعقولات، الرياضيات واللغة الإنجليزية وغير ذلك، فالعلوم الدينية مثلا علم الفقه والعقيدة والأخلاق وغير ذلك. ولذلك هيا بنا نتجعل العلم كزين لنا بطلاب العلم، ولو كان مكانه بعيدا، كما قال في المقالة: اطلب العلم ولو بالصين، ونحن كطلباء جئنا من أي منطقة في هذه المدرسة لتنعلم العلم. أيها الحاضرون السعداء، لذلك إذا نريد أن نفهم العلوم النافقة فعلينا أن نتعلم بالجدي أو بالاجتهاد في هذه المدرسة، لأن لا تنال العلم إلا بالاجتهاد، فالاجتهاد أول الخطوة نحو النجاح. ولا تتكسلوا فعودوا أنفسكم بتعلم. أقول قولي هذا والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.